أكيد كنت متوقعيني بدخل على كرسي متحرك، لا لأني دائما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي. أحب أحس بنعم الله علي وأحب أعيش واقعي اللي أشوفه جميل. إنجازات كثيرة حققتها بفضل من الله، ثم جهدي ودعم أسرتي ووطني. وما ذكرت كل هالأشياء علشان أتباهى فيها، ولكن اللي أقول لكم بالإرادة والعزيمة نحقق المستحيل. أقول شكراً قطر، شكراً أسرتي، شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.